شتخزي شتخزي من عيونك اليوم ما كديت الا 30 دينار حسبي الله عليك بعينك. الباب ولا تبين انا اقوم الباب والصمخ يمكن رزق ان شاء الله. السلام عليكم. هلا هلا والله هلا وغلا هلا بالغالية هلا هلا شلونك؟ الله يسلمك. هلا عسى مو خالي؟ لا وي متروس حق الحبايب. يا بعد عمري انت يا بعد عمري جزاك الله خير. دافي موش؟ ايه نعمة فضيلة الله يديمها علينا ان شاء الله. بالعافية بالعافية الحمد لله. خديجة. نعم ماما. اعطيني صحن واحد بس لي بروحي لي بروحي. ماما انا واجد جوعان اليوم ماما. يعل ان شاء الله تاكلين سم بتاكلين الظهر. انا الحين اشتهيت بخلي حق عمك اكلي مع الظهر واللي يزيد خلي العشاء. يلا فقرتني هالمرة. ايش كسرها زي بطنه يا اللي شق ان شاء الله. فيصل خير عندي ليش هالقطعه اسميها غاليه عاد؟ لا مي غاليه بعطيك اياها براس ماله الصدقين طالع علي ب 30 بعطيك اياها 29.5 تستاهلي. مشكوره بس عاد الحين ما اعطيك فلوس. ها مثل فلوسها راس الشهر ان شاء الله. لا يا صار راس الشهر تعال خذيها بخلش لك. انا احتد هذه فوضى هذا تسيب. معك حق اختيار خاطئ. ليش تكون الرجل المخضرم؟ مخضرم لا تقول مخضرم يا ابو داود. انا مصيب كم مره اقول لك ما اشتهي الكلمه مخضرم. ايش قالوا لك؟ انا عمري فوق الستين. ايش فلاك انت يا بلد وناصر هذا اسلوب مدح. انا امدحك هي امدحني تجي تكبرني جريح. وانت الحين كم عمرك يعني؟ انا 45 يبا انت يلا تلحق تصير لك عن كم شهر تصير مسؤول وبعدين يلا سلامه. علشان كذي يبا انا تنازلت لك. تنازل لي؟ إيه؟ انت غصب عليك معطف منك لاني انا اكره منك. كله منك قاعد تتحفر وتحوس. لما سووك رئيس قسم ابو ناصر ياكل تبن. ما يصير رئيس قسم. انت راح تصير رئيس. انت راح تصير الورد. الورد جميل الورد. تفضل ورده يا احلى ورده. الف مبروك تستاهل رئاسة القسم يا ابو داود. اقولها لك من قلب وفي قلب صادق ما في نفاق او خوف. لان عندي فرحه فيني فرحه ودي ارقص ودي اغني لانك تستاهل. بعض الناس هين يا حداف النخل يا سويلم هين خل نقضب رئاسة القسم اراويك لانشف ريجك. الاجازه انا اخذتها اخل اقطع الاجازه حتى بالمناسبات والاعياد. والله خليك تداوم مثل المطافي. خليك تداوم مثل المطافي. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يا ابو ناصر ما خلى الدياي تطير. يا عيب 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 انك تقول على زمانك ديويه. بس ديايه الا ديايه رديه مي بياضه. انا دجاجه. انا ديس يا حداف النخل ديس. انا
انا الا امس عقبت هديك هذا خليك انت خليك من ذيك السالفه خليك من ذيك السالفه يا سالم يا سالم يا سالم ممكن اعرف شو اللي صار بالضبط؟ تحجه وين رايح؟ تكلم سلام عاد شو السالفه؟ بتقولون تسفنون لي؟ علمني شو اللي صار بالضبط؟ يا تركها معاكم شلون عين؟ بعدين تكلم يا سلمان تكلم انت قصدك من هالدثوي هذا عليك بنا ما عليك بنا يا ابو داود قول لي خلاص عليك قلت يا دياي ما عليك شغل ما عليك شغل يا حبا بس انت ويا علموني شو اللي صار بالضبط سليمان تعال هنا قوم مدير يبيك قوم تعال لا خلالي خليك لا تقطع مدير يبيك تعال انت لا تجي علمني شو اللي صار بالضبط حضرة مدير يبقى انا ما استاهل اني اكون رئيس قسم شو عجي شنو انت ايش عليك انت ايش عليك اللي عرفه انا ان دائما الفوشات والنجرات تصير بين هالاثنين هاللي كنهم يهال هاللي ما كنهم ريايل كنهم يهال بمدرسة انت ايش عليك سالفتك يمكنكم الان مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي أنا كنت بينهم أطقهم أكفخهم نعم أكفخهم هذا راشدي هذا يم كل واحد والثاني طراقين لازم وليش العنف هذا ليش يعني يا حضرة المدير لازم أثبت صلاحيتي كرئيس قسم لازم أروضهم عدل عدل شغلك أنا أحب رئيس القسم يكون شرس قوي طقاق مثلك كذي نعم ايه بخور اقعد تفضل سريع تفضل اسف يا حضرة المدير بس تفضل اقول لك انا يا حضرة المدير بس ما يصير كذي هذا اكبر غلط تدري ليش انا بصراحة لازم تسحب مني رئاسة القسم لان هناك رجل كفر سليمان بالقسم كله ما في أكفأ منك وانت اللي لازم تصير رئيس القسم تبارك شغل يا حذاف يا حذاف النخل قول اللي يمليه ضميرك يا ابو داود عندك ضمير بس شو يا عفس وي اسمعني كان ريكس اللي تحكي هني انا بس مفهوم مفهوم صح صح انت مدير ومن حقك تتكلم وانا عم بتكلم لاني كرئيس قسم مستبد وطقاق بعد في نفس الوقت نعم احنا يا حضرة المدير اختلفنا وتطاقينا اطقهم وكفخوني وكفخهم لازم اكفخهم بس هناك تعرف يا حضرة المدير البشر لهم وجه نظر ولهم راي فاختلفنا احنا في الراي رحت وكفختهم كرئيس قسم بس انا بيني وبينك يا حضرة المدير ما اصلح لنا قسم وهناك رجل كف بيننا ومخضرم ردينا على المخضرم ردينا نعم ما نبي مخضرم خلاص بس هناك رجل كف لازم يكون الرجل مناسب في المكان المناسب وانا بيني وبينك علشان كذي كفختهم لازم اكفخهم وانا رجل غير مناسب يا حضرة المدير ومع هذا انت راح تصير رئيس القسم يا ابو ناصر اهلا خير عسى ما شاء الله شنو شامل هالكلام انت
للحين فيك العادة يحبك هذه الكلونيا اللي أنا حطتها على الحب والعندي شب واللي سلمت شمة واحدة شمة لحي ودارك بس بتيتم هالعيال بتيتم هالعيال من عقبك خلاص لا شمة ولا حمة بس واللي خليك من دام انت عارفة اني مودة خليني شم وقت انا منقت تدخل عليك اي هدية فيها عطر انا منقت يدخل بيتنا اي شيء في ريحة والسبة انت تدين ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أبوي؟ مين أبوك؟ ما تعرف أبوي؟ لا. أبوي أحسن بيع جواتي بالديرة. مين أحسن بيع شباتي ده؟ شنو شباتي؟ جواتي. أوه جواتي. مدام فيها جواتي عرفتك. تبقى أنت ناصر ابن أبو ناصر. إيه. تفضل مكتبه هو. من شبه أباه فما ظلم. السلام عليكم. هلا عمو هلا عمو هلا عمو هلا عمو تعال 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 هدي أبيك تعال تعال اقعد هون اقعد هون اقعد هون ايش جايبك ايش جايبك المؤسسة أنا ماني قايل لك لا تجيني المؤسسة ايش جايبك هي عمو ايش فيك ضيعت أنا ولدك ناصر أدري 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 أنا ما قلت لك لا تجيني المؤسسة أدري أدنى إنك تبن ناصر زين زين بذمتك يا سليمان هذا زين أكو واحد يتبرع من ولده غير هذا هالكنقر هذا اللي ما يستعى على وجهه من قال لك من قال لك إنه ولدي حذاف النخل هلا أنا لا 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 طال عمرك أبو داود هذا ولد جيراننا تدري جيراننا تيمونا باسم ولدي ناصر سموا على ولدي ناصر فدايما متعلق فيني مثل البجي شلون لما تربي لك بجي يتعلق فيك مثل البجي ناصر ايش فيه كامل والكامل الله سبحانه وتعالى ايش ناقصه لا لا مو ناقصه شيء شويه مخ بسيطه يحطون له مخ بعدين شويه ينون وخبال انت عين منه شويه جمال طالع عليك من طالع عليه اذا ما طلع عليك انت ابوه من تبي يطلع عليه يطلع عليه اركو اخ يا القهر شفت اخر زمن حذفوه يتطنز علي السنين كلها انا خاشك بقمقم بقمقم اداريك اداريك عن عين الحاسد اداريك ما بحد يشوفك شو اللي جايبك عندي شو اللي جايبك اليوم شو اللي جابك شو اللي جابك اليوم هذول بالمحل هذول المغفر ليت مودين ابوك مكانك كان مفتكين منه مرتاحين شفت شلون شفت شلون ما يشتهي ابوك ما يحبني حذاف النصر ليش ليش فيك يا ناصر مريض انت مريض اقول لك السالفه واحده دشت المحل حلو واحده دشت المحل حلو كمل حلو كمل وخليت انزل جواتي كلها هم حلو كمل حلو حلو لا ويبا ما بقى السلفان ما بقى السلفان ما بقى التركواز ما بقى شموع الا ونزلته ايه حلو 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 بس خلي خلصنا خلي ما تعجل لا وبالاخير تنقني ماني شاريه كيفه من شاريه يا حره تشتري من شاريه كيفه شنو كيفه طلعتها من شعر راسها ايه تعال البسها جوتي غصب قامت صارخ يو الشرطة وخذوني تقول لي خدش حياة شنو؟ خدش حياة شنو خدش حياة؟ خدش حياة خدش حياة زين وتالي شلون هدوك؟ سويت روحي خبل كان هدوني والله تبي الصج انت مو خبل انت خالص لكن تبي الصج انت عقل من ابوك على الاقل يعترف على روحه يعني يقدر يقول الصج مو ابوه الكنغر هذا مقيولة يا سليمان رحم الله امرئ عرف قدر نفسه زين 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 خليت سلوم سلوم حذاف النخل يتشمت عليه زين
يمكنكم الآن مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. 20 سنة كله مظلوم، كله مظلوم، ما في تشاول زين، ما في كل شيء، ما في زين، كل شيء كل شيء كل والله حرام 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 هاللون يسوي. والله لك موقفة بالعوم يعني بوش مثل الصخر، واقفة وراي مثل الفاخت يعني بدارج، بس ذبحتيني خليت وخليتش، مو قاعد أخلي لك عيلك ما تربحين، مو خليتش نص دقيقة وموش فيصل، مو حرام؟ مو حرام انتي قول شي زين؟ انتي خلي نص دجاجة انتي، انا يجيب الهيني تشوف انتي ألف حقيقة. يا علش ان شاء الله ما تربحين، اذبحتني هالمرة ماني مقصرة معاها، ابديها على روحي وتقول معا هذا هذا نص دجاجة تشوف انتي، تشوف ايه يا ناح مو يا ناح من نص الدياية. ماما انا يبي روح هند بالعين روحي يبي يا سي جمل يبي تكت له. ايه ما يخالف اعطي عمك سليمان بيزاتك هو يقصك تكت. لا حبيبي انتي جيب انتي ودي بعدين انتي كفيل بلانة. ايه ما يخالف ليش لا، قزر السنة اللي توني مجددتها ليش ودافع دم قلبي فلوس دافعت لك علش ما تربحين، قزري وروحي اللي ما ردتش. الله الله اكبر، انا بعد يصبر واحد سنة انا يموت. والله بالعنة من بيبكي عليك موتي؟ من يصبر ماما؟ من يصبر عليك انت على جو على الرياضة غيري انا، انت موت بعدي. ماما ماما خلاص انا ابي زواج. وي قلبك ما تربحين، لا تجيبين هالطاري بيتي، هني ممنوع الزواج. لا بابا لا ممنوع لولد مال انت، بس انا ما في ممنوع. منو طايح الحظ اللي بياخذك؟ مو طايح حظ، هذا حظ واجد زين، بابو خطيب مال انا، بابو هذي يجيب انا مرقي، يجيب مشي، يجيب كل شيء، انا متين من اكل مال انتي، انا اكل مال انتي، انا يموت هني، بعدين انا ماما كل شيء يعرف يطبخ، يعرف زبيدي مطبق، يعرف مجبوس، يعرف مهروقه ريله، كل شيء ماما. جاي مالت عليك وطاح حظك محروق ريله عاد؟ هي محروق ريله محروق كل شيء، انا بعدين ماما انا بيسوي مطعم كويتي واجد كبير ماما، يسوي اكل كله كويتي، بعدين ماما في انا هني مك معظم. اقول عيالك وينهم؟ طلعوا السكه العاده دلفوا، خليهم يدلفون، بس انتي صلي على نبيك وذكر ربك وسوي هالخامات اللي قدامك مربزه. يا فيصل شو اسوي؟ ضايق خلقي ضايق خلقي علي، تعت كل ما تذكرت خناقنا مع بعض واني كنت دايما اتخانق معاه واخانقه وعيره بلقمته يضيق خلقي. وهمه لقمه ما خده مو لقمه، عنده ايد عاد هو مطاعه هالايد، على الاقل اسمه ريل ساترنا قدام الناس يا ام فيصل. ايش هالعبه وريل العازه، ريل وريل طول النهار خامد وبالليل يراكم من دكان لدكان يدور هالكلونيات، الكلونيا قلت بسبته علينا. ام فيصل ترى ازعل عليك، واللي سلمت شات تقولين هالحكي ترى حمي عليه. انت ذكري نفسك وفكري بنفسك بعد. شو افكر بنفسي؟ من يتحملني وانا وراي هالدعال؟ يتحملك المعرس؟ ينيتي اي معرس؟ عندي لك ريل، ريل ولا كل الريايل، حظك اللي طاح مع ذيلك الحين بيقوم ان شاء الله مع هذا. استحي على وجهك ام فيصل، لان ابوك ريلي ما صار له مده مات، قاعد تدوري لي على ريس تبيني اتزوج؟ مو الحين، اي لمتى؟ بعد العده. صلي على النبي قبل وجه فخري. اصبر شو مسوي؟ فشلني قدام الله وخلقه، جاني الدمام في ظهري. يعني اكو واحد يستاهل من وجه الله يهديه، اروح على مسكين اللي في تافي وهو صاحي. ضربني يمنى ضربه، سحبني من كرفته، خرفت من كرفته، وقول لي عمه بعد. هذا انا عمه، انت خاله بحري، اخي عمي بحري. تعال بارك فيك مبشر، تطلع تطلع وهذا وجهك وهذا وجهك، وين دلفت؟ وين رحت؟ توك جاي البيت، وين دلفت؟ وين رحت؟ وين رحت؟ عشان ما كفاك اللي سويته بالمحل، رايح للمرة ببيتها عشان تفضحنا بتفشل قدام الله وخلقه. فضحتني 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 فضحتني.
فيك خايف من الدويخ؟ شبطني جاي عليكم في ايام في ساعتك كان دلوقت ساعة تونس. روح بص في قط المدير شوف من اللي قاعد جوه. يعني مين يكون فيها؟ انت مالك بس روح شوف من اللي قاعد جوه. يا تعال ما تجي تعال. صباحك الله خير عمي بناصر. انت ايش عندك واقف عند الباب تسمع دازك سلوم الحذاء في النخل؟ لا. علشان تنقل لك كلام بتعجب؟ لا عمي بغيت اسالك تهتم جاي انت شكو؟ وبعدين متعجبين من موظف ملتزم يجي الدوام مبكر بدري كم يا عمي كله منك الله 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 استاذ سليمان يا استاذ سليمان تاني عزيز يا عم خالد طال عمرك مكانك اتغير مكتبك بقى هنا لا يا ابو خالد انا مكاني هنا ومرتاح ايوه بس انت دلوقتي رئيس القسم يا عم خالد خلني كذي احسن لي انا بعدين راح اتفاهم مع المدير يا استاذ سليمان رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه ما تخيبش ظن المسؤولين فيه عشان هم لما اختاروك كانوا عارفين انت تبقى مين وغيرك يبقى مين يا عم ابو خالد انا ما ابي اخذ حق غيري ما حدش احق منك هنا انت احق واحد بالترقيه خلاص يا عم ابو خالد سد الموضوع وهات لي شاي اشربه على راحتك يا عم سليمان بس احب افكرك بحاجه خلي بالك طول عمرك بتضيع الفرص على نفسك وتديها لغيرك الله كريم طيب لغايه ما اجيب لحضرتك الشاي وقع لي الاوراق دي حاضر صار لكم مدة تقلبون بهالهدوم ما تبون تشترون لا تعفسون ومدة ما تبون تشترون اخوانتي ما تشترين ادري فيش طايح حظكم ما تشترين الا بنشدج هذه ما تعرف عربي ايه ما يمديها تعرف عربي صيبة تعليش طاح حظك وماني ردتها عنك الحين مو انت اللي حجزت لها تذكرة والله شو اسوي من معاشي بعد من معاشي بتيها تشتغل عندك صرت انت تشتغلين عندها ايه شو اسوي يقوم الرأي اللي اخذها ويخليش شوالين بس ما إلا ما يقطعش حلوها مسمسمة وفاكت للشعر مزينة بذمتش تبيدش خاتة طال عيدينها مشككة ذيبان واللولو علي وعليش عليكم بعد ذاك اليوم اللي فاتت كان شايفتك مغطية وجهك قاعدة عند المسجد الطرين قلعتش اللي تبين واحدة حلوة احنا بنشوف ايش واحدة من هالصفر اللي يدزونها اللي يخلعون فيهم اليابان جابت لي واحدة وياها مدورش حلوة وزينها شعر ناعم عيب تشترون ولا بشوفون فالكم لا والله بشوف فالنا شو تشوفين فالك فالك معروف حظك انعرف طاح حظك يا خديجة أصل خير اسم يلا يبي الفال وتعالي قاعدة تحلطم سجمة تسعين على وجه تحب شي ولا عرفوا بعض عليكم ايدك سر ايدك روح كل ذهب المرة مسكينة لبسها من يبي يشوفها له انت اي لا معروف حظك والله ماني شايفه لك حظك الاول الشب اردى منها من حظي شوف حظك انت يعني انا ناوي انا عارف ان الرجل طاير خلي اشوف اللي بتيجي شنو فلبينيه كنديه كاهي بويهج طار الرجل بالعكس سليمان اكفأ واحد وانسان نشط وحريص على الشغل وبعدين شوفت عينك كل من يحبه عمره ما غلط لا على كبير ولا على صغير بهالمؤسسة هذه وش قالوا لك طال عمرك أنا أغلط على الصغار والكبار ولا أكفخ العالم بالمؤسسة لا بس أنت قيامك وايد طال عمرك مرضيات كلها مرضيات مستشفى عام عيادة خاصة لأمور الحياة تتطلب الأمور الحياة هكذا بس على طول السنة كلها مرضية أنا أشور عليك إنك تستقيل أصرف لك أستقيل لا طال عمرك مو طول السنة مثل ما تقول يعني أحيانا يعني عموما يعني على قولة القائل هذا قرار اتخذناه وخلاص بس طال عمرك سليمان سيء السمعة وسيء السلوك إنسان راح يخسر المؤسسة زبائن كثيرين وراح كل شيء يصير على رأس هالمؤسسة هذه وعلى مديرها وعلى موظفينها مو معقولة يا أبو وائل مو معقولة إن سليمان ترقونه وأنا تخلوني سليمان إنسان ما يعرف كوعه من بوعه إنسان مسبه
وانا انت سليمان شو مقعدك هني؟ وين نروح؟ نعم وين تروح؟ تروح هني مكتبك انت الحين رئيس القسم. لا يبا لا 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 اخوي سالم تبي يد علي؟ سليمان لا تصير مينون واسمعني حط عقلك براسك ولا تتم طول عمرك شي موظف بسيط. لا يبا اخوي سالم انا ما بها المنصب خلاص. تبي غصب عليك يا تبي تتم طول عمرك كذي بهالوظيفه هذه؟ ليش يبا؟ مين خالف اتم على هالوظيفه هذه ولا اخذ حق غيري؟ ومن قال لك انك بتاخذ حق غيرك؟ من قال لك؟ سليمان انت وياه تعينتوا بنفس السنه. اي بس هو اسبق مني بشهر. بسم الله على هالشهر، الشهر هذا قضى كله باجازات مرضيه، كل يوم ياخذ ورقه طبيه. بس ولو يا سالم هو اكبر مني سنا استاذ. لا تنني سليمان هي مو بالسن، كان الناس حقها تدرس وتاخذ شهادات، كان كل واحد كبير يبون يعطونه منصب وخلاص. بيني وبينك انا بصراحه يا سالم ما ابي هالكرسي. تبي غصب عليك يعني تبي غصب عليك مو بكيفك، قرار من المؤسسه انت رئيس القسم. اي تخلي هذا ابو ناصر التعبان هذا هالتنين يصير علينا رئيس قسم كفو هذا. يلا عن المصاخ سليمان هذا مكتبك انت رئيس القسم لا تنني. ما ابي الكرسي. تبي غصب عليك بكيفك ما ابي جد عميل. ما ابي الكرسي سليمان وين رايح؟ لا تمشي المدير علينا قبل كذي. تبي انا مشتهي بطل زموته وبطل مهياوي وبطل لقاح وخنفروش وبرك. قم 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 انت قم وتقعد على الكرسي ولا تصير رئيس القسم. هذا عمك رئيس القسم وغصب عليك. قم يا تنين حذف النخل. حذف احترم نفسك. قلبه قلت قوم احسن لك دام النفس طيب عليك ولا يقوم الطيب ولا امين دب مكان. انا ما بالكرسي تبي غصب عليك. يلا قوم اذلف افكاره. اذلف انا اذلف اذلف يا داود استحي ما تفتحي القرار طالع فيه وتقعد انت مكانه. انت كيف تصير رئيس قسم؟ سوف يصدر لاحقا قرار من أبوائل مدير المؤسسة. يبقى أبلني لاحقا. وعدني وعدني بالمشمش. يبقى أبل جميل أمرتك هني منك أبل الكرسي الكمهر. جميل منك الكمهر. يا سالم يا سالم. شلون تشوف أفلامك ومسلسلاتك اللي تحبها؟ سينما، تلفزيون، أو من صاحبنا اللي درع من الدواني. من اليوم ورايح الأفلام راح تيك لي عندك من هوليوود ومن الوطن العربي كله، وبلا نظرة هذا البرنامج برعاية ولا مسافر الدعايات. هو حساب واحد ويشتغل على كل أجهزتك. وها تقدر تشغل الترجمة لا بغيت، تكتب رأيك بالفيلم أو حتى تشارك ربعك بالتواصل الاجتماعي AirPlay وانتهى الموضوع. يح ما اشتركت تالي. تعرفي حضرة المدير هو إنسان قديم بالمؤسسة ويعرف مصالحه عكسي أنا. أنا بصراحة ما أعرف أتعامل مع الناس ولا أعرف أكسب ودهم عكس أبو ناصر. أبو ناصر إنسان طيب سلس مهذب وصاحب منطق. الحين هو خلصت مرافعتك أبو ناصر؟ إيه نعم. خوش الحين قواك الله تروح مكتبك وتستلم مهامك الجديدة. مكتب
فاهم؟ إيه نعم. أنت الحين رئيس القسم. ويلا يبا توكل على الله مكتبك. أنا رئيس القسم؟ إيه نعم. يا تشوفي الحظش بربوع؟ يلا تنزيلات، حتى الفان صار تنزيلات. شوفي انت قلتي لي انك ثانوية عايمة. عامة والله حظك مو زين يا بنيتي. هذه في مدرسة حاطت لك حطة ما ادانيك بعيشة الله من تدخلين تناجرك. لا ثنتين كانوا ثنتين وراح تسقطين. لا تزعلين راح تسقطين، ليش ان السنة شهادتك كلها دواويح، بس ما عليه السنة اللي عقبها تنجحين يعني بتصيرين ها دور ثالث ثاني اول شيء كذي يعني. هذا فعلك وان شاء الله خير. ايش هالكلك؟ هذه ثانوية عامة على مستوى الدولة، شلون تقدر تسقطني؟ الدولة تسقطك؟ شنو انا جايب هالكلام من عندي؟ فعلك يقول كذي بربع وتناجرني؟ والله تسقطين حتى السنة الجاية الدور ثالث تسقطين. يلا انتي وين هذا فلوسك؟ اي زين هذه بنص ما تيوني مرة ثانية لكل واحدة دينار. الفال مو سهل، وانا الفال ما قلت له مرة واحدة يعني واحدة بواحدة فالي. والله ما جرني ناو. شفالك قطع فارك يخرع يا لهوي. شوفي رايلك املح كاهو شوفي قدامك وشوفي الحلوه اللي قباله شقره زينه يبي طلقك بيقطك انت وعيالك ونفقه ماكو وطلاق بالثلاث وبيقطك بتموتيني وانت وعيالك وعلي كسرتي خاطري. ازاي ولا جوزي يتجوز علي؟ ده راجل كبير رجله والقبر، ازاي يتجوز علي؟ انا شكو الفعل يقول كذي. ايش فيكم قاعدين تشذبوني؟ احد داسكم علي؟ وين فلوسك؟ ايش فيكم على الربوع؟ دكان؟ يلا ما يخالف، بس مثل ما قلت مره ثانيه ما تشيلون الا شو واحده بدينار. اوي وعلي هم انتوا ايش فيكم قطع؟ ايش فيك اللي مسدد ببيكم؟ شوفي هالمره الكبيره هذه ام رايلك مناجرتك نجره ما ادانيك بعيشة الله. لا وبتطلقك تبي تقطك بالشارع وكلش بعد ما فيها رده ما فيها رده بالمره. ما تدرين ان ام رايل هي خالتي اخت امي اللي مربيتني الكذابه؟ شنو انا قاعده اكذب عليكم؟ من واسكم عليكم؟ تقنعني بس يا سليمان تفضل اخرطي قايل لك عنه تفضل قاعد على المكتب نايم. وناصر وناصر أنا. صدقني عايز بس ما انا عارف شلون اقنعه. الله اكبر الدنيا يا ابو داود الله اكبر. انا اللي فريت زهره شبابي لخدمه هذه المؤسسه واصحابها. اتخطاني رئاسة القسم. الله اكبر الله يقهر. خلاص يبا خلاص انت يا الكرغر اقعد تحن علينا. اتخطاني رئاسة القسم ما ادري من وين. خلاص يبا الحين هم اختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب. ما عليك شرح حقود يا حذاف النخل حقود. انت حقود. انا المناسب لهذا المنصب. وانا اسف بدون ذنب. قطع فعلك مو حلو. ليش مو ما ادري كهل من تفخ هذا ببيهج. ابوه ازم ابوه متين شوي ازم ماما هذا في ويجي هذا يكتب انا ماما. لا مو زين ليش انا قدامه طياره وهذه ورقه
هذه ورقة بيلغوني قام تبي سفرونه. ويه فالج مو زين. ماما هرم عليك انت فاول علي انا ما هرم عليك. انا ايش علي فالج يقول كذي؟ جايبته من عندي انا؟ والله يلا قطبي هذا شوف. كلها على حساب ماما. على حساب؟ كثر حسابك لان ابو دارج. هالاسبوع انت كاسر 4 فنايل قهوة وقلاصين وحارقة لمبة. وحين ربع دينار فالج. مالي ماما كلها على حساب بعد بابو تار بعد ما اش خليت تخلي ولي ماما. قوم في الشباب قوم قومي 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 بعد يلا قوم ذي الفاي خلي اشوف فالي يعني. شلونك؟ طيبة الله يسلمك. شلونك انت؟ الحمد لله. ابو اليوم قاعدة بريحاتك. لا تو الحري مراحب. ايه اي والله عسى اشتغلتي زين. لا والله يا اخيتي وين الشغل؟ هالايام الشغل واقف ماكو ناس ما عنده الا البلعة. الاكل هو اللي ماشي والفعل الكل يبي يشوف بخته وحظه. إيه بس هم انا اقول لك يا اخيتي ترى انت كبرتي وتبين الراحة. شو اسوي يا ام فيصل؟ انا لو الله ما اعطيني بني اخت سليمان كان انا بخير، كان ريحتني وقامت فيني، كان غنتني عن هالعله اللي شال عقلبي عليها ما تربح. وي من هي هذه عساها ما تربح؟ بعدك وغيرها. هالذيبه خديجه ليل ونهار حن انا وياها ورقله، تقولين شريكتي ما كانت تشتغل عندي. لا وطاق براسها الا تبي تعرس. بتعرس؟ وانت؟ ان شاء الله تبي نعرس. لا اقول يعني هي بتهدك انت من يبي يقوم فيك؟ شو اسوي بعد؟ بشوف لي وحده غير عامره لله. وعلى ما تجيبين الوحده وتعلمينها الا طالعه روحك. ايش اسوي يا ام فيصل؟ هو ما غصبها بعد. لا عاد كلش ولا القصب. بس انا اقول يا اخيتي يعني لو انك لو اني شنو؟ انت جايه وعندك حكي بتقولينه. اي والله اي والله عندي حكي بقوله بس اخاف انك انت ما تحبين تسمعينه. لا لا قولي احب اسمع. اقول يعني انت لو انك لو انك شنو لو اني؟ اقول يعني لو انك تجين معاي. اي معاش وين؟ عند وحيده تشوفينها وتخلفين عليها. وطفه طفه 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 من هي في منو؟ في ريلها وعلي. ان شاء الله هذه اللي قلتي عنها طيبة. ايه طيبة وعلي ما تريلها وتين تخلفين عليها بعد وتشوفينها. على بدارج بومة بومة ما مداش فتشيتي حدش عن ريلها الا فنقش الريال. مني انا منه هو فنقش يلط من هالبلاوي الى من تفخ فنقش. خربوطي خربوطي عشتو الا خالص مره وحده. خربوطي لط لط لما انتفخ ومات. وفوق هذا هي السنعه الحبيبه العدله و اقول مره كبيره يعني. زين وانا شبيب سنعه وعداله لها سنعه وعداله لها. انت ما تقولين تبين وحده تقوم فيك تخدمك. ها يعني هي بتشتغل خادمة؟ لا بتشتغل بنتك. وي هذا قانون جديد توا يمكن مطلعته وزارة التجارة. وي ها انا شو اقول لك؟ تقولين وزارة التجارة؟ يعني اكو واحدة تشتغل بنت؟ يعني عاد انت فهمين الله يهداك ايش علامك كذي؟ يعني يعني خذيني على قد عقلي وفهميني يا ام فيصل. اقول انت مو تبين وحده تقوم فيك؟ ها؟ يعني تخدمك و تشيل غريضاتك. ايش فيك يا حافظ تلقطين غريضاتي تودينها بعيد؟ حمايه حمايه يا الحبيبه. حمايه ايش منا يا ام فيصل؟
ظروف أخاف سبحان الله يعني توزج نفسك ولا شيء. يعني عندك شيء بتقولينه؟ خير؟ أقول يعني لو هالوحيدة تشوفينها وتخطبينها حق وليدك. إيه يعني أنا قلت أم فيصل ما تيجي عبث ما دام الحكي جاية والحكي عندك يعني. خليضة بس خليضة راحت ما كلت هبره من لحمها ولو اني بتسلم بس ما يخالف. صاير ما شفيش لاحق السيره وطاقتها. اي جريت حيه فيصل. اي ادري فيصل يعلك ما تربحين لكن هين حسابك بعدين جوات عندي. يمكنكم الان مشاهده جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. ابي الوالده وين راحت؟ ميت من جوعانه يمه. تدري انا العصر بطلع عندي شغل ميت مليوع بتغدى وبنام. اكيد راح اتزوج احد تخطب حق احد. زين الحمد لله على السلامه اللي وصلتي. ايش فيك يا حافظ مستعير؟ والله رحت ترزق الله بعد نص البضاعه صدق. الا قولي لي اول قولي لي عسى ما زوجتي احد اليوم. والله رحت يا يمه رحت يا وليدي لأم المعرس وانطقيت. اي والله تحسفت ان احد ياخذها غيرك. لو ما العيبه كان خطبتها لك لكن ام المعرس ويا ايش اسوي؟ يمه يمه انت بتشوفين لي واحده سمنتيها لي تصدقين سديتي نفسي عن الزواج؟ ليش يمه ليش؟ ما ادري عنك من تشوفين واحده قلتي هذه لك لا هذه من كثر ما تحاجيني عنهم ما ابي اتزوج. زين لا تزعل اتمنى ان شاء الله يرجع اخوك فيصل وازوجكم سوا. شو الحكي يبا عارفين كل شيء اخوي فيصل قعدته هناك مهيل الله طول هالمده. يدرس مهيل الله ليش؟ فكنا يما يدرس شو يدرس الله يحفظك. انزين يدرس على قولتك بالعيال العطل الرسميه ليش ما يجي ما يقول اروح اشوف امي اشوف اخوي كل هذه دراسه. وانت ليش زعلان؟ يجمع خايف على فليسات التذاكر يجمعهم ونقطع على نقطة تصير قدير وبعدين ليجمعهم لو وصل هني يلقاهم مجمعين عنده. والله يمه كثر ما تحكين عن الزواج سديتي نفسي لكن هم بتغدى. حطي لي لقمه يمه بنام شويه لان العصر عندي شغل. والله وانا جايه يومي قاعد لا تقدى وعين من الله خير وروح لشغلك. الحين بحط لك القدة خل اشيل بس خليهم انا اشيلهم بس انت حطي غدايا ان شاء الله ان شاء الله على امرك على امرك. يا حاضر ويا خالي والطلب رخيص الحين اسوي لك القدة واحط لك. هم هم جايه متاخره وهم حتى تشيلين وتسمعينها وينك من الصبح لما هي منثره. هلا بعد شبدي هلا خلف طوايفي. نعم يبغى كل المقاسات لدينا احذيه بناصر تحت امرك. طيبه إيه كل شيء موجود جلد التمساح جلد الثعبان جلد القزال. يا قزال تخافين من الحية؟ بسم الله عليك على الحية تقرص عدوك إن شاء الله. يبقى في موف إيه في تركواز في شاموا كلها من أسبانيا وإيطاليا. آمري بس تدللي وناصر. إيش تبين؟ الغدا زهر. انت وولدك علي اليوم ايش فيكم؟ انت ليش فيك ايش صاير يا حافظ؟ ما فيني شيء في بخلص المقاس قصدي المكالمه من اسبانيا عشان الاحذيه الجديده هذه. ايه المكالمه ايه ان شاء الله. الو لا حبيبتي هذه الشغاله جت تسالني عن موضوع انا اخذ مقاسات. نعم كم مقاسك؟ 90؟ هذا مقاس ناقة. زي ممكن أعرف السبب اللي خلاش تطقينها وهي مرة كبيرة وبتقدرك؟ بس فقس عيونها وأذنها. قوم يا شوف ماما قومي. ليش كسر خاطر مولانا؟ ليش ماما أزل كلام وأكل ماما؟ يلا حق نقل حشي حق نيران. بس أنتي عركت فيك مو شغلك أنت هذا حشي كبار لا تدخل فيه. بس مهما يكون
هذه مرة كبيرة ومثل ما تقول انت تصير لك، وبعدين ولدها سالم معاي بالشغل بالمؤسسة، شو اقول له؟ ايش فيك تخور انت؟ اي ولد معاك بالمؤسسة؟ سالم اخو فيصل، اخو فيصل مسافر برا، بس سالم معاي بالمؤسسة، شو اقول له؟ امي طقت امك بس علشان امي بشتهي تطق امك؟ هي ما عندها سالفة وبغت سلف. زين اللي بغى سلف يطقونه كذي، يمكن هي محتاجة، تعذري منها شوي شوي باللي. خلاص انا باكر اروح حق سالم واعطيه فلوس. لا 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 مو سلف سلف، لا هي غلطت علي. اي قالت لي بتعلم البلديه علي حتى يسكون دكاكين اللي برا ويشيلونهم، واني مخالفه وانها ارض حكوميه ويش عليها مني. خلاص اذا كذي، اذا سالم غلطان خلاص انا اعرف، او اذا امه هي غلطانه انا اروح حق سالم وهد في هده واتهاوش معها من باكر بعد. ايش تبي اكثر من كذي؟ لا مو كذي، هي شنو؟ ايش فيها؟ ايش قالت؟ هي بغت خطب لك. ها انا قلت زين زين. هلا سليمان. حيا الله من يا هلا بسالم. اهلا بالطيب المغلوب اللي مردينا. خلنا نسلم اول. تفضل تفضل اشتري. حياك حيا الله من يا شلونك يا سليمان؟ الحمد لله. وين والدة؟ موجودة الوالدة. خير تبيها؟ اي والله ابيها. بعتذر منها. تعتذر منها؟ شالي تعتذر منها؟ بعتذر منها من الوالدة الله يهداها يعني. اي عيل اكيد خالتي ام سليمان زافة امي. انا عارف السبب. امي خاطبة لك يا سليمان؟ مو الله يهداها خالتي ام فيصل، يعني ما تعرف ان الموضوع هذا يكدر خاطر. أدري وعارف، لكن علمني ليه متى بتمشي بالعزوبية؟ والله هذاك تعرف يا أخوي يا سالم، يعني الوالدة مريضة ما بقى مرض مو فيها، وبعدين أنا ما أقدر أزعلها. يا سليمان يا سليمان، أنت الحين مفروض تكون متزوج. أنت لو متزوج كان ولدك طولك. المهم الحين روح نادي الوالدة. حاضر. يمه يمه تعالي يما تعالي. سليمان يا بيج كاهوني. هلا والله يما. هلا هلا مرحبا. هلا خالتي فيصل. حياك الله. شلونك يما؟ خير الله يسعدك. طيب شلون صحتك؟ شلونك انت؟ شخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. استريح يما استريح. شكرا. استريح. شلونك؟ الحمد لله. شلون اخبارك؟ تمام. اقول اروح لكم البيت ما اشوفك، بس يوم رحت ولا بلاها. مو انا جاي علشان اعتذر عن هالشيء هذا صراحه. يمه إيه؟ خير. ليش ما قلتي لي ان خالتي ام سليمان زافتك؟ ويحدي وليدي، هي مره كبيره ما واخذه. ما تواخذينها؟ زين ليش ما قلتي لي انك خاطبه حق سليمان؟ يمه انا قاعده لمح لها، والله ماني مستفيده من هذا الشيء انا، بس ابى اقول لك شيء انا ما قلت لها. شوف هي بنيه العمر نصوف، وبعدين فقيره مسكينه، رايلها توا متوفي وعندها بزوره اثنين، وبعدين حلوه. اي هذا انا قلت لها يعني لو سليمان ياخذها، هذه منكم وفيكم، ياخذها ويستر عليها. ولحمك لحمك لما حبك رحمك. يبو مو يا خالتي فيصل، يعني الوالد الله يهداها بنات 16 سنه مهي راضيه ان انا اخذهم. هالدور بعد مره وارمله وعندها عيال، ما ادري شلون يعني. يا خالتي يا سليمان يا وليدي، انت من تصغير انت تبي لك وحده جريبه من عمرك، وبعدين تفهمك وتريحك. مو الله يهداك خالتي فيصل، يعني الوالده انا ما اقدر يعني اكدر خاطرها صراحه، اما هذه انا مستعد اساعدها باللي اقدر عليه. حاضر. ها سليمان انت جنيت بذمتك، انت علمني بالله هذا معاشك اللي بتوزعه مني ومني شي بدي عليه؟ انا ترى والي اخر الشهر ما عندك فلس حمر بجيبك. ما دام بمكانه وبالخير انا بغنى عنه. جزاك الله خير. زين انا امشي اترخص. حياك الله. يا هلا هلا سليمان. حياك الله يا وليدي، بس يمه لا تنسى الفقيره المسكينه تاخذ فيها ويا الله ان شاء الله. انا يا خاتم فيصل اخر الشهر بيبلش المقسوم، ودي اعطيه اياه. لا يمه لا، انت احسن تعطيه بدياتك. اي زين مع السلامه. حياك الله.
ويلي الله يهداك يا فيصل. ايش تقولين؟ هذيلا مهم بشر، مهم اوادم، ما يمدي الريال توفى من هني وقفوا على راسي، يبون يبيعون هالبيت، بيتنا وبيتنا. اللي يسمعهم يقول قصر بيان، ما كنا خرابه شفت عينك. حطيلك محامي. انزين اسمح لي فيصل. خير. المحامي ايش بيسوي لي يعني؟ ايش الحين يقول لي؟ ترى ما ادري انا ما اعرف. يطالب لك بحقك، يطلع لك بيت، ما على الاقل من حصه عيالك وحصتك. انت بسم الله عليك عندك الواحد عن عشره من عيالك. انزين المحامي هذا ما يبي بيزات؟ عيال ايش يبي؟ يبي طعام؟ لا يبي بيزات. زين ام فيصل يعني حروه ايش كثر تقريبا كذي يبي؟ والله ما ادري يا اخي، العلم عند الله. هيا اسألي لي يا ام فيصل، سلموا لك على مالي غيرك. اسألك ولا يصير خاطرك الا طيب. هي على عمرك طويل، الله يحرمني منك يا ام فيصل. ويا بعد هالي وطوايفي. تحبك العافية. ما حد يطلع علي ولا حد يجبر بخاطري غيرك. زين باكر الله عليك. ان شاء الله يا يعني عمرك طويل. مع السلامة. مع السلامة. ديري بالك، ايدعي ايدعي بالجمول وانت طالعة، ترى انت داعمت وتصير مصيبة.